إياكم. تاب قوة حيوة ضيوفنا، ولا ودي إن تقدم على أكبر مني جريم وسعد والربع ذولا، لكن يوم عاد طرها طاري المحاورات وبعد رشيد ما وده إني أقصد، لأني من يوم دخلت البرنامج وأنا سامده في القصيد معي دفتر معي دفتر كاتبين فيه قصيد وكاتبين فيه بعض المحاورات والرديات. أسلم. والرجال ما عاد يبي يشوف الدفتر ذا حتى إنه اي هاليوم الظهر قايم من ادور دفتري ولا معينتها، بقول لي قصيت ان اليوم طروها الربع لا، لكن يقول يا مرحبا يا ضيوفنا باسمي واسم راعل قناها وباسم النجوم الليلة جل ما جوب يعرف دورها. احضوركم يا ضيوفنا ذا اليوم والله له طاراها وانتم رياجيل ترانا كلنا جمهوراها. سلام صح الله يسالك. الله يصح بدنك. صح الله يسالك. الله يصح بدنك. وزين ان الدفتر راع وسمعنا هذه ارتجالات منك. والله اني الله يطول عمرك. رجال ما يبلغ. ها؟ خذيت الدفتر منه.